يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول لأحد بعينه قد قتل في الجهاد إنه شهيد، أو يكون ذلك على العموم؟ الشهيد من بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويخلص النية لله عز وجل في جهاده. إذا قتل في المعركة فهو شهيد، ونحن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا بدليل، أما من غير دليل فنحن نرجو له الشهادة ولا نجزم، ما نجزم بالشهادة لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا نرجو للمجاهدين في سبيل الله أنهم شهداء إذا قتلوا في المعركة. نعم.